لتحضير سلطة معكرونة باللبن بدنا معكرونة جوستو. جوستو في إلها العديد من الأشكال، أنا اليوم اخترت اللي بنحكي عنها إحنا في بيوتنا شكل الهلال. هلأ بنشوفها مع بعض. سلقتها وبعدين بدي أحط لها لبن رايب وتوم مهروس ونعنع ناشف أو فريش بالإضافة للملح. إذا نويتي تحطي نعنع فريش بدك تكليها مباشرة، إذا نعنع ناشف خطفتها منكم، إذا نعنع ناشف ما في مشكلة، بس الشرط بدك تحطيها متى؟ لما بدك تخليها بالثلاجة بتبرور. هنشوف مين شكلها أحلى. نعم أيوة تمام. يا رح نجيب طبقنا للتقديم، وبما إنه المعكرونة لونه فاتح وعندي كمان اللبن لونه فاتح فأكيد أنا رح أختار طبق من المطبخ يكون لونه غامق كتير حتى يطلع لي ألوان المعكرونة وأشتهي أكلها. معكرونة جوستو الحلو أنا حطيت لكم من هناك أكياس مختلفة الحجم، في منها الكيس الكبير والكيس الصغير. الكيس الصغير على قد حجم السلطة، أنا كتير هيك عجبني الموضوع تبع جوستو رح أختار هالنوعية منها تحديدا، موجودة بكل الأسواق وفي منها السباجيتي والبنة والمبرومة وال كل أنواع، حتى الشعرية كمان موجود منها كل الأنواع اللي أنت بتفضليها. تن منيح تن، لو فايف ممتاز كمان. طيب هلأ رح نجيب بولة كبيرة ورح نجهز لخلطة اللبن. اللبن بدي علبة من الدينار، مش عارفة هي الكيلو أتوقع. السلطة بدها إشي يغلفها، إذا أنا بدي كمية عشان رح أكلها هلأ، أو ضيوفي هلأ جايين ما بتكلفني علبة لبن وكيس معكرونة، فهي إشي كتير زاكي وما بيكلف. هاي من الناحية المادية. رح ننزل معلقة كبيرة من النعنع الناشف، إذا بدك فريش هلأ بدك تكليها لأنه بعد هيك بصير يسود داخل لبن، اتفقنا؟ رح نحط ملح حسب كمية المعكرونة. أنا عاملة 3 أكياس صغار من جوستو، رح أجيب تقريباً معلقة كبيرة بس مش محرمة لأنه عندي معكرونة بدها ملح. توم، التوم لازم لأنه زاكي، بس أنا شوفي شو رح أعمل، يدوب يعني إحنا بنقولها على الريحة، ما بدك ما تحطي على الريحة، حتى كمان أقول لكم عشان قلبي ما يوجعني. ها نتفه نص السن كمان، اتفقنا؟ هلا بدنا نجيب الويسك أو المضرب الحديد وبدنا نضرب الخليط مع بعضه صح لحتى يتجانس ويصير سفن. لو نزلت عليها عصير ليمون رح يفرط اللبن يصير شكله مش حلو. في ناس بخلطوا اللبن بخلطوا معاه مايونيز، صراحة هيك أطيب، بس إذا حاب بحطي، في ناس بخلطوا معلقة لبنة يصير. شايف كيف صار سلس قوامه متجانس مزبوط. هلأ رح نجيب المعكرونة ونحط شوي شوي، بدي المعكرونة تتغلف. شوفي معاي من الساعة 7 الصبح ما لزقت أبدا أبدا ولا عجنة وعم تلمع بين إيدي، وحتى إيدي صاروا يلمعوا من شو، لأنه سلقناها بزيت وملح ولما صفيتها تحت الحنفية رجعت حطيت عليها نقطتين زيت، بالتالي صارت عندي أمورها تمام. لو قعدت بتبروير الثلاجة 4 أيام ولا أسبوع ولا يمكن تلزق ببعضها. نحرك معكرونة، هي مش شوربة، فإذا في كمية زيادة من اللبن بدي أزيد بطبيعة الحال معكرونة، تمام؟ يلا عشان تشعري بالنكهة صح مش لازم يكون في توم زيادة، هذه هي أهم شغلة بموضوع المعكرونة. نرجع بنحرك. الحلو بجوستو لونها حلو واضح، على السلق مريحة جدا ما بتغلبك، وصراحة كتير طعمها طيب والباكيجينج تبعها كتير عجبني أنا، يعني على قد العيلة الصغيرة ما بتتغلب الست تضطر إنها تفضي نص الكيس ويضل النص التاني. هلأ هون أنا عندي اللبن غلف المعكرونة، صارت أموره بالسليم، برجع بحرك. إذا شفت في سائل كتير اعرفي إنه غلط. بنفس الوقت أنا ما بدي معكرونة ناشفة الأولاد ما يأكلوها. نروح منجيب الصحن يكون مخالف لألوان الطبق من الوسط عشان صحنك ما يتوسخ، والسلام ختام وخلاص. هنزودهم
صراحة هي أنا بحسها من الوصفات المسعفة، ما بتكلفني وبتغلبنيش. كل بيت إلا ما بتخلى إلا يكون عنده معكرونة بالخزانة. فأحياناً الست بيقصر عليها شوية، حبة خيار، حبة بندورة، نتفة خس، فيعني من الأشياء المسعفة للست في البيت. وأكيد رح نكسر اللون شوية معنا ونقولكم وصلنا لنهاية الطريق للأسف. أيوة. طبعا النعنع على الدنيا شوب، لو حطيناه بهالشوبات بوقع. كيف بده يضل معاكي منعنش؟ خصوصا اذا عندك ناس على الغداء حطي معاه مي وثلج. شوف الكاسه كيف معرقه من الثلج. الثلج بيساعد كثير في موضوع المطبخ. وصحه وهنا والف عافيه، ان شاء الله بتاكلوها بالهنا وبالسعاده وتعملوا احلى الاطباق دائما ببيوتكم. لا اذكركم بشكل سريع جدا بالاطباق المحضره اليوم. حضرنا رز مبهر مع المكسرات وشويه هيك فواكه مجففه، وعملنا كمان فخذ الخروف بخلطه مطبوخه بنكهه العسل ودبس الفليفله. اما بالنسبه للسلطه فكان طبقنا اليوم سلطه بارده سريعه وخفيفه ولطيفه، بالاضافه الى تحضيرها من معكرونه جوستو. رح ننقلها على مكانها وان شاء الله على خير وسلامه. يعني انا ناويه بكره اسوي رقاب، بس لازم افكر لي بقصه جديدة كرمال تطلع للرقاب كمان بكرة غير شكل. فكونوا على الموعد دائما، نشوفكم على خير وسلامة بإذن الله تعالى بنفس التوقيت الساعة 10 صباحا لغاية 11 إن شاء الله تعالى. بنشوفكم بكرة، باي باي.